أهلا بكم محبي محرز. إذن السيتي 2 ليستر سيتي 5، هكذا انتهت مباراة اليوم. محرز كان أفضل لاعب في السيتي اليوم، حيث سجل في الدقيقة 4 هدفا رائعا، وقدم تمريرة حاسمة في الدقيقة 84 للمدافع أكي، سجل على إثرها الهدف الثاني للسيتي، وقد حصل محرز على 7.5 كأعلى علامة في فريق السيتي. أما أحسن لاعب في المباراة هو جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، فقد سجل 3 أهداف من بينها ركلة جزاء، وحصل على علامة 9.6 ليكون أحسن لاعب في المقابلة. في الأخير لا تنسوا اللايك، بالتوفيق للمنتخب والمحترفين، وشكراً.